عامله ازاي، عرفنا ان بتبتدي بالسبيسيفيكيشن وبعد كده السبيسيفيكيشن بعد كده الديزاين وبعد الديزاين فكروني يا شباب انا نسيت تيستينج بعد كده مينتين. يبقى بنبتدي بالسبيسيفيكيشن بعد السبيسيفيكيشن ايه ديزاين ايوه بعد كده الامبلمنتيشن بعد كده امبلمنتيشن تيستينج بعد كده مينتين. والله نعم. فاحنا بدأنا بالسبيسيفيكيشن، خدنا في البارت 2 خدنا الريكويرمنتس، بعد كده ابتدينا نعرف اكتر عن الديزاين، بقى دخلنا في الديزاين، خلصنا كلاس دايجرام، اوبجكت دايجرام، يوز كيس دايجرام، اكتيفيتي، كولابوريشن سيكونس، امبارح خدنا السيستم سيكونس والكولابوريشن برضو كان امبارح، يعني خلصنا الدايجرامات كلها يعتبر. مش باقي لنا ان شاء الله غير ممكن المحاضرة اللي جاية أو اللي بعدها نتكلم أكتر عن الكلاس دايجرام والأكتيفيتي دايجرام في المالتي انهيرتنس، وفي الأكتيفيتي دايجرام في حاجات كده برضو زيادة، يعني اللي هو دكتور عمرو قالها في الآخر أو المحاضرة اللي قبل الأخيرة مش فاكر، وهنتكلم في التستنج ويبقى كده خلصنا إن شاء الله والسوليد بإذن الله. طيب محاضرة النهاردة إحنا بنتكلم النهاردة عن الباترنز، فاحنا عندنا اركتكتشر باترنز وعندنا الديزاين باترنز، ده اللي احنا هنتكلم عنه النهارده باذن الله، اللي هم المحاضرتين اللي قبل الاخيره عند دكتور عمرو. طيب قبل ما نبتدي دي بس حاجه كده شفتها فحبيت ان انا اوضحها عشان انا كنت بتلخبط فيها. احنا خدنا دلوقتي ده في الكلاس دايجرام خدنا اسهم كتير، فخلي بالك ان كلهم شبه بعض وممكن جدا تتلخبط ما بينهم. فعندنا الاثنين اللي في النص دول احنا ما خدناهمش كويس، بس اول اثنين ماشي، اول اثنين واخر اثنين علينا. اول واحد ده اللي هو بيكون سهم يعني عامل كده كويس، ده السوكيشن. السوكيشن يعني في علاقه ما بين كلاس وكلاس ثاني كويس، ده غير الشكل ده، الشكل ده اللي هو الانهيرتنس كويس. فانتوا عارفين اصلا الفرق ما بين السوكيشن والانهيرتنس. السوكيشن ان انا اقدر اكسس او ان انا اقدر اتعامل مع، مش اكسس، اقدر اتعامل مع كلاس تاني، يعني مثلا انت مثلا بيرسون وبيتعامل مع الكلاس اللي هو اسمه اي تي ام، هل انت كده بتورث اي حاجه من الاي تي ام؟ هطلع فلوس من بقك مثلا؟ ما ينفعش. فانت السوكيشن يبقى انت كده في علاقه ما بينك كبيرسون وما بين الاي تي ام ان انت بتسحب منها فلوس بتستخدمها. اما الانهيرتنس اللي هي الشكل ده انت بتورث كل حاجه منها، يعني مثلا ممكن نقول بقى مش عارف يعني مش حاضرني حاجه، بس مثلا ممكن نقول بيرسون وبروفيسور، فالبروفيسور بينهرت من البيرسون نفس الحاجات بتاعته ولكن بيزود عليها. طبعا احنا عارفين الكونسبت، بس الحاجه اللي كانت تلخبط شكل الاسهم يعني. الاثنين اللي تحت، اول واحده دي اللي هي الاجريجيشن او بنسميها الشيرد اجريجيشن، واللي تحت دي اللي هي الكومبوزيشن. الاثنين المفروض مع بعض اسمهم اجريجيشن برضه عشان تبقوا عارفين، يعني المفروض ان دي شيرد اجريجيشن ودي كومبوزيشن، بس اوقات كتير يعني بنقول على الاولى دي اجريجيشن يعني اختصار بدل ما نقول شيرد اجريجيشن، بس هما الاثنين ككاتيجوري متصنفين تحت الايه؟ الاجريجيشن. في حاجه انا مش واضحه؟ الاثنين اللي في النص دول زي ما قلت مش علينا يعني. لا تمام ماشي، هنبتدي باول كونسبت عندنا النهارده، المحاضره ان شاء الله لطيفه يعني وسريعه كده مش هتطول. عندنا الريوز في السوفت وير، يعني ايه ريوز؟ كويس، ريوز عامه حتى لو مش في السوفت وير، انت الفكره ان انت بتاخد حاجه حد غيرك عملها كريتها في الماضي كويس وبتستخدمها، يا اما هي يا اما بتزود عليها حاجات بسيطه كويس. يعني مثلا زي ما مش عايز اقول امثله عبيطه يعني عشان بيجي في بالي حاجات غريبه، ما علينا. انت في حد عمل حاجه انت تراستد وخلاص انت متاكد ان هو عملها صح، فانت بتبتدي تعملها هي او تزود عليها حاجات بسيطه، ده الريوز عامه. فده بيقلل حاجات كتير جدا او بناخد منه استفاده عاليه، زي ان انت بتقلل الدبليكيشن في الايفورت، يعني انت خلاص بدل ما تعيد زيرو، كان دايما بيقول بدل ما تعيد صناعه العجله من الاول، ما خلاص هي معموله كده فاهمين. يعني برضو اللي بيدرس فرونت اند فعندنا حاجه اسمها بوت ستراب، بوت ستراب ده تجميع شويه اتش تي ام ال على سي اس اس ويطلع لك مثلا حاجات جاهزه على طول، انت ممكن تكتبها فروم سكراتش، بس ليه يعني؟ انت كده مش جامد، انت كل ما تستخدم الفيتشرز اللي بتطلع جديد زي الريوز والباترنز والحاجات دي بيكون افضل ليك يعني. ف
فمش صح ان انت تبتدي الحاجه من الاول حتى لو انت عارف تعملها، لا يعني وفر وقت ووفر مجهود وابتدي على طول خد الحاجات اللي جاهزه. كويس، طبعا ده بيسبيد اب الديفلوبمنت، ان خلاص بدأ انت بدل ما هتقعد مثلا ساعتين تكتب او تحل مشكله معينه، انت خلاص بتجيب الحل جاهز وتستخدمه على طول، بس لازم تبقى فاهمه طبعا. فده بيسرع عمليه الديفلوبمنت. زي برضو شات جي بي تي اللي موجود حاليا، هو لسه فيه اخطاء كتير بس هو بيساعدنا كتير، وبيساعدنا انا على المستوى الشخصي حتى كتير، ابقى عطلان في حاجه او في كود مش عارف ايرور اي حاجه بيساعدني على طول. فده بيطبق بشكل ما الموضوع الريوز، وبيطبق برضو بشكل ما موضوع الباترنز، بس من خلاله هو يعني انت ما بتبقاش عارف هو بيعمل ايه جوه، لكن هو كبروسيس وكده هو بيطبق الكلام ده. طيب اخر حاجه من مميزات الريوز ان هي بتبقى تراست، زي ما انا قلت حاجه اتعملت زي ما دكتور عمرو ممكن الاف المرات او اوقات بتبقى ملايين المرات واحنا متاكدين انها صح. فانت مثلا لما التيم ليدر يقول لك انت عملت دي كده ازاي، فتقول له اسم باترن معينه او اسم كذا انا عملتها بالطريقه الفلانيه بير تو بير او مش عارف ايه او ايه او ايه، هو خلاص بيبقى عارف ان انت بشكل كبير قوي عملتها صح، لان هو معروف الناتج بتاعها ايه، خلاص معروف كده. الريوز هناخد بقى تطبيقات الريوز. فاحنا عندنا ايه هي الباترنز، هي ببساطه باترن انت بتعمل زي تمبلت كده، او بتاخد حد كده من ايده وتوريه له، تقول له هي دي المشكله اللي عندك وده حل المشكله بتاعتك ودي المشاكل اللي كانت هتقابلك عشان تحل المشكله دي، وفي الاخر خالص تدي له ايه حل المشكله زي ما قلت. فده بيبقى تمبلت او بيبقى ديسكريبشن للباترن اللي حد تاني عملها. تبتدي انت بيبقى عندك زي كتالوج كده، او بيبقى عندك كتب كبيره في الباترنز والديزاين باترنز واي او اي باترنز ثانيه، ناخد انواعها في السلايد اللي جايه. تبقى عارف انت مشكلتك ايه، مثلا عايز ابعت نوتيفيكيشن لليوزر، كويس، ففي باترن المفروض بتعمل حاجه زي كده، فانت بتدور على المشكله بتاعتك وبعد كده تشوف حلها ايه عن طريق الباترن. ده اختصارا يعني اللي مكتوب هنا. طبعا هي افضل تطبيق على الليرن فروم اكسبيرينس اوف اذرز، يعني ناس تانية اشتغلت وتعبت وعملت باترن وانت بتستخدمه جاهز على طول، فبتوفر وقت ان انت ممكن كنت تتعب كتير على ما تتعلم حاجه زي كده. تتعلمها طبعا باي ايرور بقى، ان انت تفضل تغلط وتدور على الايرور فتتعلم. طبعا الطريقه دي مهمه جدا ومفيده جدا، بس يعني خلاص ما دام الحل موجود استخدمه، فاهمني؟ برضه بيقول لك ان هو بيوفر كومن لانجويج بتوين الديفلوبرز، يعني خلاص انت لما تبقى شغال برضه في شركه فتعرض على زميل ليك مشكله معينه بتقابلك، فبدل ما يقعد يوصف لك حل المشكله يقول لك استخدم الباترن الفلانيه باسمها كده، فانت خلاص بتبقى فاهم. ما فاهم مش يقعد يقول لك حط انت مش عارف ايه والاري خليها مش عارف كام واعمل في اللوب في الحته دي ومش عارف الاي بي اي، لا هو مش هيقول كل ده، هو يقول لك باترن انت خلاص فهمت. فده بيوفر طبعا وقت وبيخلي فيه لغه كده ما بينك وما بين زمايلك. طيب عندنا باترنز تايب هم ستة، احنا علينا السنة دي اتنين بس، في مواد جاية المفروض هتشرح الباقي يعني. فعندنا احنا قلنا الباترنز عشان نبقى فاهمين، لان انا كنت بتلخبط في الموضوع ده. الباترنز هي طريقة لحل ايه؟ مشكلة، مظبوط؟ فانا لما عندي requirements باترنز، انا الاول كنت فاكر ان هي متطلبات عشان اعمل الباترن، يعني انا كنت بقرا الجملة دي في الاول من قبل ما اشوف فيديوهات دكتور عمرو او انا اذاكر، يعني كنت بقول ان دي مثلا متطلبات للباترنز او يعني حاجه ريليتد بيها، لا هو هنا دي طريقه لعمل ريكويرمنتس بشكل صحيح. اوقات بيبقى عندك طبعا دي مش هندرسها بس يعني سريعا، اوقات بيبقى عندك ريكويرمنتس معينه لحاجات معينه معروفه خلاص، يعني مثلا انت عايز تعمل سيستم سكيور الى حد ما، فبيبقى في باترن ان انت تعمل السيستم سكيور. الباترن دي بتوفر لك ريكويرمنتس تكتبها في الدوكيومنتيشن بتاعك وتمنشن ان هي من الباترن الفلانيه، فبيسهل عليك جدا بدل ما تقعد تسال بقى وتروح وتيجي وبتاع، خلاص هي معروفه. كذلك نفس الفكره في الاناليسز، هي باترن بتعلمك او بتديك طرق تراستد ان انت تعمل اناليسز. اركتكتشر ده اللي احنا هنتكلم فيه النهارده، ده بيبقى ستراكشر عام للسيستم، تقدر برضو الباترن بيساعدك ان انت تعمل ستراكشر كويس ودايناميك وحاجات كده هنعرفها يعني. بعد كده الديزاين باترن ما شاء الله انا ضايفها مرتين وقلت سته، يعني يبقى هم كده خمس انواع ودي بس مكرره مرتين. الديزاين باترن، وعندنا اخر حاجه الايديوس. طبعا الديزاين باترن هو مشاكل في الديزاين الباترن بيحلها، كويس. الايديوس دي حاجه ريليتد اكتر بالشبه يعني رمي اكتر ناحيه الكلين كود، ان انت طبعا هي بتبقى ريليتد قوي ومعتمده جدا على اللغه اللي انت بتكتب بيها. فمثلا في الجافا سكريبت في اصول معينه احنا بنكتب بيها، مثلا زي ان في الفور لوب
مش عارف المفروض يبقى انت اي كذا كذا واي بلس بلس. الكلام ده هو في الايديوس بتبقى توجيهات زي ما بقول لكم رايحه اكتر ناحيه الكلين كود وتسميه الفاريبلز وازاي كل حاجه المفروض يعني. حتى الكوس يعني انا قريت سكوير براكتس اللي انت بتفتحها بعد الاف كونديشن، في ناس بتقول لك تحط السكوير بدايه السكوير بعد الكلمه على طول او بعد الاف كونديشن، وفي ناس تقول لك لا انزل نيو لاين. يعني في يعني في الجافا مثلا بتنزل نيو لاين، في الجافا سكريبت وفي السي والحاجات الثانيه ما بتنزلش نيو لاين، دي معروفه. وحتى تلاقي لو انت رحت عملت كود في مكان غير فيجوال ستوديو مثلا هتلاقي باي ديفولت لو انا عارف مثلا انت هناك هتكتب جافا بتلاقيه بينزلها لك سطر. اما في الجافا سكريبت او في اللغات الثانيه اللي المفروض متعارف ان احنا بدايه الكود بتبقى بعد الفانكشن بيسيبها. فالتفاصيل البسيطه دي عندنا ما بتبقاش بسيطه، دي حاجات مهمه جدا يعني. ما اعرفش مهمه في ايه بس المهم. كويس، هنخش على طول في السوفت وير اركيتكتشر نتكلم عنه سريعا. هو بيقول لك ان هو هاي ليفل استراكشر للاورجنايزيشن، او ان انت بترتب السوفت وير سيستم بتاعك بشكل هاي ليفل. بص الهاي ليفل يعني اعلى فيو خالص للسيستم، يعني انت شايف حاجات بدون تفاصيل، يا دوب شايف كده حاجات بسيطه جدا عن السيستم، عارف سريعا كده هو بيعمل ايه، مش شايف تفاصيل اللي جوه. فانت الهاي ليفل انت مش شايف تفاصيل، كل ما تنزل لللو بتبتدي تشوف تفاصيل اكتر، بيبقى فيه سب سيستمز داخله في بعض جوه السيستم بتاعك. كويس، لكن الهاي ليفل يعني الهاي ليفل ده اعلى حاجه، انت ما تبقاش بدل ما حد يتلخبط يفتكر ان الهاي كل ما علينا في الهاي فاحنا نزود هاي يعني نزود، فمزودين مثلا الديتيلز بتاعت الاستراكشر او حاجه، لا هو العكس، كل ما بتعلى كل ما الاستراكشر بيكون عام قوي وابستراكت من الديتيلز يعني. طبعا هنا بيقول لك ان هو الاستراكشر اركتكتشر بيبين الكومبوننتس او الديفرنت كومبوننتس بتنتراكت مع بعض وازاي بيشتغلوا مع بعض يعني عشان يحققوا فانكشن معينه او عشان يحققوا الاداء بتاع السيستم عامه. كويس جدا. طيب بيقول لك واي دي حد يقرا دي يا جدعان؟ ديكومبوز تمام. واي ديكومبوز او ديكومبوز اللي هو السيستم، ليه بنقسم السيستم يعني؟ خلينا نعرف. بيقول لك ان الموضوع ده مهم جدا، موضوع ديفايد اند كونكر هو المفروض اتشرح في محاضره ثانيه، لكن انا حبيت ان انا اقوله هنا. الكلام ده اغلبه من كتاب هيت فيرست. طيب هنتكلم عن ديفايد اند كونكر، ايه هو اصلا وازاي بيقلل الكومبلكسيتي وازاي بيساعدنا في ان احنا نعمل سيستم كويس. الطبيعي ان انت لما بتقابلك مشكله، الموضوع ده خده حتى في حياتك يعني مش سيستم بس، المشاكل عامه لما تيجي تحلها ما تحلهاش كمشكله كبيره، انت تبتدي تقسم المشكله الكبيره اللي عندك دي او البيج بروبلم لسمول بروبلم تانيين او سب بروبلمز بيسموها. فانت بقى عندك بروبلم كبيره ان انت مثلا مش عارف تعمل اوثنتيكيشن مثلا يعني، فتبتدي انت تقسم البروبلم الكبيره لان انت تشوف الاول اللوج ان لوحده وبعد كده الساين اب وبعد كده اللوج اوت، لقيت ان لسه في مشاكل تقوم قسم اللوج ان لفيلدز، تشوف كل فيلد مثلا اللوج ان فيه يوزر نيم وباسورد، فتشوف تقسم اليوزر نيم لوحده والباسورد لوحده، تشوف هل في مشاكل في الباسورد ولا لا، او في مشاكل في اليوزر نيم ولا لا. لو في مشاكل فيه ممكن تقعد تقسم تاني، ممكن نلاقي كمان حاجات جوه الفيلد، ممكن مثلا في مشكله في الايرور او في مشكله ان في حاجه تانية ما بتطلعش. المهم انت في الاخر تقفش مشكله لوحدها، ما يبقاش عندك بيج بروبلم يعني، يعني انت عندك مشاكل كتير عمال تقول عندي كذا وكذا وكذا، لا انا عايز كذا واحده احلها وبعدين اشوف الباقي. ده باختصار يعني. فالديفايد اند كونكر بيساعدنا في الموضوع ده. هو ديفايد اند كونكر مقسومه لثلاث حاجات، ديفايد كونكر اند كومبين. كويس، الفكره زي ما قلت ان انت بتبريك داون الكومبلكس بروبلم لايه، لسمولر سب بروبلمز، وتسولف كل واحده اندبندنتلي يعني كل واحده لوحدها تصلحها وبعدين تقوم ايه داخل على اللي بعده بتكنيك معين. فانت عندك اول حاجه ديفايد، ان انت بتديفايد البروبلم بتاعتك لايه، لسمول بروبلم، دي اول حاجه. كونكر انت تبتدي تمسك كل بروبلم ويا اما تقسمها تاني تكتشف ان هي كمان بيج وتقوم قاسمها تاني، يا اما خلاص توصل لاقل حاجه تبتدي ايه تشتغل عليها. اخر حاجه خالص بعد ما تحل المشاكل كلها بتمرج كله مع بعضه، وطبعا اول ما تيجي تمرج هتلاقي مشاكل تانية بتطلع تبتدي تحلها ويبقى السيستم كله اتحل مره واحده. ده كمشاكل.
طبعا نفس الديفايد اند كونكر بيتحقق في ان انت عندك سيستم مثلا فبتقسمه الكومبوننتس. ما احنا عندنا يعني كلمه بروبلم دي مش شرط يبقى ايرور، بروبلم ممكن تبقى فانكشن، ممكن يبقى فيتشر، ممكن اي حاجه عندنا في السوفت وير. في حاجات كتير جدا بنصنفها انها بروبلم، لان البروبلم محتاجه حل، فانت عندك فيتشر عايز تعملها هي لسه ما اتعملتش فمحتاجه حل عشان تتعمل، فدي كده بالنسبه لنا بروبلم. كويس، فايا كان بقى انت عندك سيستم فهتقسمه الكومبوننتس، عندك بيج هتقسمها الكومبوننتس، عندك مش عارف كلام من ده، وده اللي احنا هنشوفه في اللي جاي. كويس جدا. انت لازم علشان ديفايد اند كونكر يكون صح بنسبه كبيره لازم تقلل الكابلنج. طب يعني ايه كابلنج؟ كابلنج جاي من الكابلز يعني ارتباط، فانت لازم تقلل الارتباط بتاع الكومبوننتس بتاعتك ببعضها على قد ما تقدر، يعني ما يبقاش فيه كومبوننت بتنادي على كومبوننت كتير، ما يبقاش فيه ارتباط بحيث ان انت لما تيجي تابديت او تديليت او تعمل اديت لاي كومبوننت ما ياثرش جامد على ايه؟ على كومبوننت تاني. دكتور عمرو كان قال ان انت استحاله تخلي كل كومبوننت شغال لوحده بشكل حرفيا، يعني ان كل واحد يبقى شغال لوحده، بس على قد ما تقدر تحاول تعمل ده، لان اكيد هتحاول هيبقى فيه انتر اكت ما بينهم، بس يبقى يكون بشكل قليل، ما يبقاش فيه هاي كابلنج. كويس كويس كده. الكوهيجن، ثواني اتاكد بس من حاجه. تمام، انت يعني ايه كوهيجن؟ الكوهيجن هو ديجري اوف انتر ديبندنس. يعني ايه؟ يعني انت درجه الترابط، او ان انت تبقى شايف الكومبوننتس بتاعتك مترابطه. يعني ايه مش مترابطه؟ يعني مش زي الكابلنج، لا مترابطه ان كلهم في الاخر بيعملوا حاجه واحده. كويس، فانت عندك لوج ان او عندك اوثنتيكيشن، فانت مقسمها لوج ان وساين اب ولوج اوت. ما ينفعش مثلا تحط في الاوثنتيكيشن تقوم حاطط لي كومبوننت اسمه سند مسج، مش طبيعي، فاهمني؟ فلازم يبقى في هاي كوهيجن. يعني ايه هاي كوهيجن؟ يعني كل الكومبوننتس اللي انت مقسمها تكون كلها راميه على هدف واحد، او كلها بتشارك في حاجه واحده. طبعا دي برضو كوت مهمه من الكتاب، يقول لك اتس اول ان هاو يو لوك ات ذا بيج بروبلم. يعني انت ما تبصش للبروبلم الكبيره دي وتفتكر ان خلاص كده الدنيا وقفت، او هي مشكلة كبيرة مليانة مشاكل وخلاص مش عارف احلها. لا، ابتدي قسمها، يا رب تقسمها على سنة مفيش مشاكل، وابتدي اشتغل مع كل بروبلم صغيرة. انت عندك مشكلة انت تشتغل على مشكلة صغيرة؟ لا، لو في مشكلة عبيطة صغيرة مش هيبقى عندك مشكلة، فانت عادي تحول المشكلة الكبيرة لمشاكل اصغر منها، والاصغر لاصغر لاصغر، لحد لما توصل لاقل يونت خالص تبتدي تحلها. فهتحس كده ان انت كل ما تحل واحدة كل ما بقى عندك حماس، او بتتشجع انت تحل اللي بعدها وهكذا، فالدنيا كلها بتبقى زي الفل يعني. ماشي، بعد كده عندنا الاركتكتشر بقى باترن، او ساعات بيسموها ستايل. زي ما قلت هو تمبلت عن الاوفر اول بتاع السوفت وير اركتكتشر، وهو بيتقسم ل 10 تقريبا حاجات، ما عدتهمش 6 او 10. كويس، واخدين مثال على كل حاجه، وهيبقى في امثله عملي كمان ان شاء الله. فاول حاجه خالص الكلاينت سيرفر. انت عندك كلاينت سيرفر زي ما اتكلمنا عن الاي بي ايز قبل كده، فانت بيبقى عندك يعني ايه كلاينت ويعني ايه سيرفر. السيرفر هو سيرفر، احنا عارفينه، الكلاينت اللي هو بيبقى الويب او اليوزر، الحاجات دي بتبقى كلاينت. فالسيرفر اللي هو بيبقى دايما شغال وبيبقى فيه داتابيز غالبا وفيه بي ايز ورافع عليه هوستد حاجات كتير، الكلاينت بيبتدي ياخد من السيرفر حاجات او ينادي على السيرفر، والسيرفر يرد عليه، يبعت له مسج والمسج والسيرفر يقوم رادد بريكست، يبعت له مسج والسيرفر يقوم رادد بريكست. في انواع تانية من الكلاينت سيرفر نشوف اسمها جوه، ان السيرفر لما بيحصل له ابديت هو اللي بيبعت لك ايه؟ نوتيفاي، او بيبعت لك نوتيفيكيشن. فمثلا انت عندك داتابيز اتعمل لها ابديت، كويس، هنشوف الكلام ده يعني جوه. فالمفروض ان هي بشكل ما تبعت للكلاينت ان انا عندي ابديت، فتبتدي انت تبعت لها ريكوست او تاخد قرار، او تبعت لها قصدي سوري مسج، وهي ريكوست، وهي رد عليك بايه؟ بريسبونس. هنشوف الكلام ده في اللينك. كويس، هو فانت عندك كلاينت وعندك سيرفر، كلاينت بينبعت للسيرفر، السيرفر ردد بريسبونس. كلاينت ده زي ما قلت ممكن يبقى ويب، ممكن يبقى موبايل ابلكيشن، ممكن يبقى اي حاجه من الحاجات دي.
كويس. ده كده الايه الكلاينت، او ده كده السيرفر كلاينت او كلاينت سيرفر. برضه ثواني ممكن ابص كده لو في حاجه تانية انا ما قلتهاش. تمام، خش على اللي بعدها اللي هي الكول ريتيرن. كل ريتيرن شبيهه للكلاينت سيرفر، بس هو بتبقى كومبوننتس، مش كلاينت وسيرفر، هم كومبوننتس بيتعاملوا مع بعض، في داتا رايحه جايه ما بينهم، زي شبيه جدا بالكولابريشن دايجرام كده. هنشوف شكل هتلاقي مثلا انت عندك كومبوننت كبيره فوق بتبتدي تنادي على كومبوننتس ثانيه اصغر منها، والكومبوننتس الصغيره تنادي على كومبوننت ثانيه وهكذا، وفي ان واوت ومش عارف ايه. خلي بالك الهدف ان انت بس تبقى فاهم الفروقات ما بينهم، يعني هو مش هيجيب لك رسمه مثلا زي دي ويبتدي تطلع السنتكس بتاعها، بس ممكن يجيب الرسمه ويسالك ده ايه، فاهمني؟ بس ان اوت ومش عارف ايه والسنتكس عامه ده مش علينا يعني، مش مهم. اللايرد، وده اللي اغلبنا استخدمه في البروجكت اللي فات، ان انت بتقسم البروجكت بتاعك لايه، للايرز. زي مثلا في النتورك، انا ما اعرفش حاجه في النتورك، بس دكتور عمرو هو اللي كان قايل المثال ده. زي في النتورك، فاحنا عندنا في النتورك تقريبا مقسمين مش عارف تي سي بي وحاجات كده، يعني اللي مذاكر نتورك عارف الموضوع ده، ان انت بتقسم السيستم للايرز، وكل لاير بتنادي على اللي فوقيها وعلى تحتيها ومش عارف حاجه كده. فمثلا زي ما هنشوف دلوقتي تقريبا هو هنا ده هيبقى لوج ان سيستم تقريبا. تمام، عندك مثلا في التاير الاول او في الطبقه الاولى او في اللاير الاولى عندك اليو اي. طبعا انت كل ما بتطلع فوق ده اللي اليوزر شايفه، فانت اول حاجه خالص اليو اي بتاعك. كويس، بعد كده عندك تحت مثلا البيزنس مش عارف كومبوننتس والداتا مش عارف اي كلام ايا كان الموجود، يعني المهم ان احنا فاهمين ان احنا بنقسمه لايرز. وتحت خالص مثلا الداتا بيز، فالمفروض ان ده بيكلم ده بشكل ما، وبعدين ده يقوم ناتي على اللي فوق، واللي فوق يقوم مكلم اللي تحت كده يعني. دي اللايرز، بيبقى واضح جدا يعني، اكتر حاجه انا شايفها بتبقى موضحه السيستم بتاعك عامل ازاي، لان خلاص انت السيستم فوق بعضه كده وباين جدا عباره عن ايه. انا عندي يو اي، عندي داتا بيز، عندي، بيبقى واضح جدا الدنيا ماشيه ازاي يعني. نقفل بقى اللي فتحناه ده. طيب البير تو بير، ان الدكتور عمرو كان قال ان هم اكنهم صحاب او اتنين براس بعض، فانت عندك هنا في الكلاينت سيرفر كان بيبقى عندنا واحد كلاينت واحد سيرفر، اكن السيرفر ده حد يعني ايه عظيم ومش عارف ايه. اما في البير تو بير الاثنين، كل بير او كل نود ممكن تبقى كلاينت او سيرفر في نفس الوقت، يعني مره بتبقى كلاينت ومره بتبقى سيرفر، مره تاخد داتا ومره تبعتها، عادي جدا. ده اللي هو البير تو بير. ده في مثال شهير جدا عليه، هو ده الشكل بتاعه، كله بيبعت لبعض وبيستقبل من بعض. في مثال شهير لما تيجي تكلم حد صاحبك، زي ما الدحيح كان شرح الموضوع ده قبل كده، انت مثلا لما بتيجي تتصل فالمكالمه بتروح لاقرب سنترال، السنترال تقريبا مش عارف بيوديها لفين، البتاع التاني ده بيقوم موديها لحاجه تانيه مش عارف فين، بعد كده تقوم رده تاني على السنترال. فلو تلاحظ ان السنترال بعت واستقبل الاثنين، ولما يستقبل هيبعت تاني لايه؟ للتليفون اللي انت مكلمه، فهو بيبقى كلاينت وسيرفر في نفس الوقت. ده البير تو بير. داتا فلو، الداتا فلو انت بيبقى عندك فلترز او مواسير. كويس، الداتا بتخش من مكان بتطلع من مكان تاني حاجه تانيه خالص، يعني تخش هو داتا بيز ومش عارف ايه وطلعت كير داتا. فانت يعني زي ما كنا بيشرحوا لنا في السي اس يعني ايه فانكشن، لو تفتكروا كان يقول لك هي حاجه بتدخل لها انبوت بتعمل بروسيس وتطلع اوتبوت. كويس، هي نفس الفكره، هي بتبقى مواسير. كويس، او فلترز انت بتدخلها داتا بتعمل بروسيس وتطلع الداتا، الداتا دي تقوم داخله في مكان تاني تعمل لها بروسيس وتطلع داتا وهكذا. دي تقسيمه، ده شكل كل دي يا جماعه. يعني انت لما تيجي تعمل تطبيق فعلا ليها مش بتستخدمهم كلهم، انت بتشوف السيستم بتاعك متوافق مع انهي منهم وتستخدمه. فدي طريقه ممكن ما حدش يستخدمها عادي، بس المهم تبقوا عارفينها. يعني دي بتيكوال، هي الموضوع اللايرز، هي كلهم واحد، بس انت الفكره انت انهي اللي تقدر توضح بيه الفكره اللي في دماغك او السيستم بتاعك بشكل اسلس وبشكل مور كلير، يعني هي هو ده الهدف. طيب عندنا الداتا سنتر، ودي اول حاجه هيبقى فيها تطبيق عملي.
ايه يا فندم؟ اشرب بس قهوه. ممكن هندسة دي الحتة الأخيرة تاني؟ انتي دي حاجه جوه ولا حاجه انا قلتها؟ اه الداتا فلو انت بتشرحها كانت سكر مقطع. طيب ثواني، الداتا فلو زي ما انا قلت، انت بيبقى السيستم بتاعك بيبقى فيه حاجات زي فلترز بتدخل لها داتا او بتدخل لها انبوت، بتطلع اوتبوت تاني خالص. فمثلا ده كده يعتبر فلتر، بيسموها فلتر او بيب، اللي هي تقريبا مقصوره بالعربي. فانت بتبتدي تدخل لها داتا، بتعمل لها فلتر جوه او بروسيس او ايا كان اللي بيحصل، بتقوم مطلع لك داتا تانيه. طبعا ده مش داتا، دي داتا بيس كومبوننت، فمش عارف فايلز مش عارف ايه، بتقوم مطلع لك حاجه تانيه. يعني ممكن نطبق عليها مثال عملي كلوج ان، فممكن مثلا نعتبر الفلتر ده هو لوج ان، اسمه لوج ان. فاللوج ان بتدخله يوزر نيم باسورد ريممبر مي تشيك بوكس مثلا، بيطلع لك ايه؟ بيطلع لك ريكوست بس. هي دي كده، دي ده كده اختصارا يعني. وهكذا بقى بتبتدي تطبق الكلام اللي انا قلته ده على اي حاجه تانيه. برضو مش عارف تسمعته ولا لا، بس انا قلت ان الكلام ده كله ما فيهوش حاجه صح وحاجه اصح. الصح بالنسبه لك على حسب السيستم بتاعك. فالعشر باترنز دول، طبعا دول اركيتكتشر باترن، لازم ناكد على الموضوع ده لان في حاجه تانية اسمها ديزاين باترن لسه هنجيله. فالعشرة دول هم طبعا مش العشرة دول بس الموجودين، في حاجات تانية كتير. انت بتبتدي تشوف السيستم بتاعك محتاج انهي منهم وتطبقه. ممكن تطبق اكتر من واحد عادي جدا، مش شرط واحد، ممكن اثنين ثلاثه، انت حر. ممكن ينتراكتوا مع بعض، ممكن يبقوا الاثنين داخلين في بعض بشكل ما برضو عادي. بس احنا خلي بالك برضو عشان تبقى عارف، احنا يعني جوه المنهج بتاعنا واخدين نظره عامه، يعني مش داخلين فيها قوي ومش عارفين سينتاكس قوي زي ما انا كنت اتكلمت. ده كلام دكتور عمرو برضه، ان احنا بناخد نظره سريعه بس عنهم، بيتقالوا في محاضره، الحاجات دي فيها كتب كامله بتتكلم عنها. طيب ايه بقى الداتا سنتر؟ الداتا سنتر انت بيبقى عندك داتا بيز او الداتا ستور او بيسموها ريبوزيتوري، بيكون موجود في النص، وفي عندك كلاينتس متنطورين في كل حته. الكلاينت بيبتدي يبعت للداتابيز ريكوست والداتابيز تقوم رد. دي لازم تكون، انا مش بنتكلم على سيرفر، احنا بنتكلم على داتابيز. وبتب هو بيجمع انا مش عارف ان محمد كان بيقول ايه، بيجمع المين ستور بتاعك اللي هو في حالتنا احنا مثلا الداتابيز، او اللي انت هتخزن في اي مكان، مفيش حد بيخزن غير في الداتابيز يعني تقريبا. فهو بيجمع المين بتاعك او المكان الاساسي اللي احنا كلنا كسيستم او ككومبوننتس بنبتدي نبعت الداتا ليه، ويبقى هو في النص. عشان كده جاي من سنترد ستور تقريبا، انا مش فاكر داتا سنتر. فالحاجه الاساسيه اللي انت بتخزن فيها الداتا لازم تبقى في النص بالشكل ده. في تطبيق على الكلام ده هنشوفه دلوقتي على الاي بي اي بقى، تطبيق على الاي بي ايز والسيكونس دياجرام والكلام اللي احنا اتكلمنا فيه كله من موقع الكليه. فلو جينا عملنا انسبكت، عايزين نشوف الاي بي ايز اللي موجوده في الكليه يعني عامله ايه. فانا مثلا دلوقتي عايز اجيب التايم تيبل او التايم تيبل بتاع الفاينل اكزام، فده ريكوست. انا دلوقتي الاي بي ايز اهي مش مطلع لي اي داتا، كل الكلام ده جاي لي من الكود عادي. يعني انا مكود الكلام ده، السيستم يعني مكود الكلام ده وحاطط الوان ومش عارف ايه، لحد دلوقتي انا ما اتعاملتش مع الداتا بيز. فاذا انا عملت كده، لاحظوا اللي هيحصل. في حاجه اسمها بروفايل طلعت، لسه في حاجه تانية اهو، ستودنت اكزام بليسز. ده يعني ده مش حاجه ثابته، مش اسم ثابت، هو اللي عامل الاي بي اي مسميه كده. باين من اسمه ان هو بيجيب الاماكن الامتحان بتاعي او والداتا بقى دي كلها بتتعرض دايناميك، ان انت بتروح على الداتا بيز تاخد الكلام ده وترجع، سواء داتا بيز او اي مكان تاني سيرفر، معرفش بقى الكليه بتكون مخزنه الكلام ده فين. تعالوا الاول نبص كده فوق، هتلاقي حاطط لك التايم لاين بتاع الايه الاي بي اي، وده اللي حرفيا موجود في السيكونس دياجرام. فتلاقي هو هنا بالملي سكندز بيبتدي من 500، فتقريبا الاي بي اي اللي هو باللون الاخضر ده قعد، هو اتاخر فعلا شويه، قعد 4500 ملي سكند تقريبا، كل 1000 ملي سكند بثانيه، فهو قعد 4 ثواني ونص عشان يطلع تقريبا. انا مش فاكر ال 10000 ملي سكند بثانيه ولا ال 1000، مش فاكر. بس ايا يكن، هو وحده القياس عندنا في الاي بي ايز والريكوست وكده بيكون بالملي سكند. هنيجي نفتح الداتا اللي جات لي، نخش على الريسبونس اهو،
كويس، بس يعني ممكن نفتح التاني ده، واحد فتحته في شكل أوضح شوية من كده، مش مبسوسين بالشكل ده. ثواني أهو، هو ده ريسبونسبل. فأنا مثلا إحنا أنا مسجل 6 مواد مترقمين أهم بشكل مرتب، كل واحدة ليها أي دي وداتا ومش عارف إيه، مثلا قصدي ديت. فأنا عندي الديت يوم 21/5، النيم مش عارف يوم الحد، الكيس مش ايا كان الداتا اللي موجوده، واسم الماده والتايم امتى وكل حاجه. انا عايز بس اوضح تطبيق عملي على موضوع الاي بي اي. الموضوع ده ممتع جدا يعني، وجميل جدا لو حد عايز يخش فيه. فمش هنقدر نعمل حاجه زي كده بشكل محترم وشكل كويس غير لما نكون عاملين دايجرامز كويسه ومطبقين اركتكتشر دايجرام برضو كويس، وعاملين سيكونس دايجرام بشكل محترم، عشان نقدر ان احنا نطلع حاجه مرتبه زي كده. ده سيستم للكليه مثلا، فما ينفعش يبقى فيه غلطه. هتلاقي هنا كل حاجه مترتبه، عاملين حساب حتى ان يبقى فيه انجلش وعربي ومش عارف ايه، كل حاجه هنا واضحه ما شاء الله يعني، يا رب ما يقعش. بس طيب نرجع تاني. في ده كده الداتا سنتر، احنا اتفقنا ان بيبقى عندنا داتا بيس في النص، وبنبعت لها الداتا بيس دي بيبقى فيها كل الداتا، ببعت لها ريكويست ترد عليا بايه، ترد عليا بريسبونس. في حاجه برضو احنا كنا اتكلمنا ان اوقات الريسبونس ده في السيكونس دايجرام الريسبونس مش بيجي على طول، يعني احنا الكام مللي سكندز دول مش بيطبقوا، مش بيبانوا في السيكونس دايجرام، بيبقى عادي خط افقي، مش بنوضح ان هو اتاخر 4 ثواني يعني، ملاش لازمه. لكن لو في حاجه تتاخر بالايام، طب ازاي؟ لو احنا رحنا امازون، بس عشان ما جربتش يعني، ممكن يبقى فيها اي بي ايز كتير، فبلاش نعملها لايف يعني، بس انتوا ممكن تجربوها. روحوا مثلا اي مكان من اللي انت بتطلب فيه اونلاين وجرب تبليس اوردر كده. لما تيجي انت تعمل الاوردر الريكوست ما بيجيلكش في ساعتها، بيقول لك انتظر مثلا يومين، او مثلا من مش عارف من خلال 24 ساعه هيردوا عليك الاوردر ده، اتاكد ولا لا. ما ده ريسبونس، انا بروح والاوردر بيفضل باندنج او بيندنج مش عارف بتتنطق ازاي، بس انا بيفضل متعلق يعني في الداتابيز او في المكان اللي هو بيروح له، لحد لما التاجر يبتدي ياكد ان المنتج ده عنده، فيبتدي يترد عليا بريكوست. مظبوط. فالموضوع ده احنا بنريبريزنته على السيكونس دايجرام، ده خط مايل زي ما اتفقنا نازل لتحت شويه، وبنوضح الافريج ان انا ممكن استنى على ما الاوردر يتاكد مثلا من يوم او من ساعه ل 24 ساعه مثلا. فده تطبيق، وده بيبان عادي في الاي بي ايز هنا. ومن هنا بقى ده بيكون ان مش هيكون داتا سنتر، هو هيكون التطبيق الاولاني اللي هو كلاينت سيرفر، لان الكلاينت سيرفر في اوبشن ان السيرفر لما يتعمل له ابديت يرد عليا او يعرفني انا ككلاينت ان في ابديت حصل. وده حرفيا اللي بيحصل في امازون او اي مكان انت بتطلب، اوبر مثلا، اي مكان انت بتطلب وتفضل مستني وبعد كده يجي لك نوتيفيكيشن. ده بيحصل من الكلاينت سيرفر، اول ما يحصل ابديت في السيرفر بيبتدي يرد عليك. اما الداتا سنتر ما بيحصلش فيها كده، الداتا سنتر هو ريكويست، انت لازم انت اللي تبتدي، انت اللي تبعت ريكويست عشان يترد عليك بريسبونس، ما هي مش هترد عليك من نفسها يعني. طيب بعد كده الاندبندنت كومبوننت ده في مثال كويس جدا عليه في رياكت، هوريكم دلوقتي كود. ان انت بتعمل كل يعني بتقسم الاب الكبير بتاعك لبيجز، بعد كده البيجز دي او الصفح يعني الصفحات بتبتدي تقسمها لكومبوننتس، الكومبوننت ممكن يتقسم كمان لكومبوننتس اصغر منه وهكذا. فدي بنسميها ده تطبيق على ديفايد اند كونكر طبعا بشكل صريح، وده بنسميه اندبندنت كومبوننتس. انت بتبقى عامل السيستم بتاعك عباره عن كومبوننتس، وخلي بالك بيتعاملوا مع بعض يعني، هنشوف الكلام ده عملي برضو. ده مثال جميل جدا. ده برضو الموضوع ده بيتطبق امتى؟ عشان ممكن يجي جدا ام سي كيو. ده بيتطبق لما يبقى في عندك حاجات بتعمل لها ابديت ان ريل تايم، يعني انت عايز كل حاجه تبقى شغاله مع بعض. وده حرفيا اللي بيحصل في رياكت او اي فريم ورك تاني زي انجولار والحاجات دي، هو كل حاجه شغاله ان ريل تايم، كله على التوازي، كله بارلل. مفيش، مش زي الجافا سكريبت مثلا العاديه، انا لا انا بعمل حاجه لاين باي لاين. فمثلا لو انا عندي عايز اقول ايه، مثلا عايز اعمل فاليديشن على اليوزر نيم وبعد كده اعمل فاليديشن على الباسورد، فلازم الاول اليوزر نيم وبعد كده الباسورد، ما ينفعش الاثنين يتعملوا بارلل مع بعض. او ممكن حاجات اعقد من كده، ان انا عايز صفحتين يكونوا شغالين مع بعض مع ان انا اكتب في واحده والثانيه لسه مش اكتب فيها، برضه تبقى شغاله. من هنا هتيجي سرعه الرياكت. انا حسيت ان انا بشرح رياكت دلوقتي بس انا عشان بحبها. فمن هنا هتيجي سرعه الرياكت، ان انت بتبقى مجهزه الكومبوننت الثاني اللي انت لسه مش اكتف فيه. يعني انت مثلا فاتح اللوج ان واحتمال تفتح الساين اب، احتمال دي هي كده كده مجهزه الساين اب جاهز ومعمول له ريلود
كل حاجه. فانت لما تفتحه مش هتحس، مفيش ريلود اصلا، انت هتفتحه هتروح كده على طول، هتحس ان انت في نفس الصفحه، ما اتنقلتش في صفحه تانية من كتر ما السرعه حتى باقل من ميلي سكندز، يعني انت مش تاخد بالك. ده بيبقى ليه؟ لان انا مقسمهم كومبوننتس وبتعامل بقى حاجات تانية في رياكت اسمها فيجوال مش عارف ايه كده، وحاجات اكبر يعني ان احنا نشرحها دلوقتي. فمثلا انت عندك هنا ده كومبوننت شغال لوحده وده كومبوننت شغال لوحده، مثلا اتجمعوا هنا، بعد كده دول برضو كومبوننتس ايا يكن ايه دول، اتجمعوا هنا، بعد كده مش عارف اتجمعوا هنا، عمالين بنجمع اهو لحد لما السيستم بتاعنا بقى كامل كويس. ممكن نفترض ان ده لوج ان او ده يوزر نيم وباسورد، اتجمعوا في اللوج ان، ده مثلا يوزر نيم وباسورد وكونفيرم باسورد وريمبر مي، اتجمعوا في الساين اب، اللوج ان والساين اب اتجمعوا في الاوثنتيكيشن، الاوثنتيكيشن ببقيه الصفحات راحوا للايه؟ للويب، او يعني للصفحه الكبيره اللي هي الاب. فمن هنا بيجي الديفايس كونكر بشكل واضح جدا. هنشوف سريعا الكود كده على طول يعني. ده بروجكت رياكت، ده كان البروجكت بتاعنا في البتاع ده اللي فات. فهتلاقي في فايل هنا لو انتم شايفينه اللي انا متعلم عليه ده اسمه كومبوننتس، فهتلاقي فيه الكومبوننتس اللي انا بتكلم عليه. في فولدر تاني اسمه بيجز، ده اللي فيه كل الصفحات، واللي هي تعتبر كومبوننت للايه؟ للاب اللي هو الاب. فلما اجي افتح الاب انت فين؟ اهو كويس، ادي الاب، هتلاقي فيه متجمع فيه كل البيجز بتاعتنا، مثلا رول سيلكشن مش عارف الومناي ساين اب ايا كان الحاجات اللي موجوده. فدي كل الايه؟ البيجز بتاعتي اللي هي موجوده فين؟ اللي هي موجوده هنا. هلاقي ان كل بيج من دي معمول لها كود لوحده. بص بقى الحاجه الاجمل، ان مثلا لو انا دخلت على عايز حاجه بسيطه اللوج ان مثلا، كويس ثواني، بلاش اللوج ان عشان فيها غلطات، خلينا مثلا في البروفايل، ادمن بروفايل. حلو، فانا مثلا ده بروفايل عادي عندي، ان اليوزر بيدخل البروفايل، بيحط البروفايل ايمج واليوزر نيم والنيم ومش عارف ايه والجوب تايتل والحاجات دي. فانا عندي ده كومبوننت يعني اللي بشكل اي حاجه بالاخضر دي كومبوننت. فانا لو عايز اروح للكود بتاع اليوزر نيم هتلاقيه كود كامل للكومبوننت دي. فنفترض ان انا مكرر البروفايل يوزر نيم دي اكتر من مره في اكتر من بروفايل، وده اللي انا عامله فعلا. يعني احنا عندنا مثلا 10 اكترز كل واحد فيهم ليه بروفايل، فهل انا هروح في كل بروفايل اكتب بايدي الكود ده تاني اقعد ادبليكيت الكود ده؟ لا طبعا، احنا كسوفت وير على قد ما نقدر بنحاول ان احنا نقلل الدبليكيت بتاع الكود، لازم يبقى الكود يتكتب مره واحده على قد ما نقدر. فانا بكتبه مره واحده واكرره حرفيا كوبي اند بيست، يعني انا اخده كده، اخد البلوك ده كده كوبي بيست، انا كده كررته مرتين خلاص، هو كده سمع في الويب اليوزر البروفايل يوزر نيم هيتكتب مرتين كده بقوا 20 مره وانا كاتبه مره واحده. فانا لو عايز اعمل ابديت هابديت هنا بقى في الكود نفسه، وهيسمع هنا على طول، وهيسمع ان شاء الله اكون كاتبه في 1000 مكان تاني، هيسمع هناك، هصلح بج هتصلح مره واحده، هبتدي اعمل ابديت هتتابديت مره واحده، ايا كان اي حاجه من الحاجات دي. لان فعلا لو انت مش مقسمه ديفايد اند كونكر انت هتتعب جامد. تخيل انت بس عشان تغير، لو انتوا عارفين البليس هوردر اللي بيبقى موجود في الانبوت اللي هو بيقول لك مثلا ان انت حط هنا الايميل، لو انت عندك 50 انبوت وانت بس حبيت تغير عندك خطا املائي، فبدل ما هي ايه هتبقى ايه مثلا، هتضطر ان انت تروح في ال 50 انبوت وتغير بايدك الايه تخليها ايه. اما لو انت مقسمه كومبوننت انت هتغيره مره واحده وهيسمع في الباقي. اسف برضو على الاطاله هنا، بس انا ايه سحلت شوية يعني. خش بعد كده على السيرفر اورينتد سريعا كده. ماشي، السيرفر اورينتد انت بيبقى عندك مكان في النص اللي هو مش عارف اسمه ايه، بص كده ده بيتجمع فيه البروفايدرز وبيسموهم كونسيومرز. الكونسيومرز دول اللي هيستخدموا او الكومبوننتس اللي هتستخدم البروفايدرز بتوعك. فاكنك انت بتعرض ورق الكوتشينه كله على الترابيزه، واللي عايز ياخد بياخد، فاهمني؟ فمثلا الكونسيومرز ده او الشخص ده او الكومبوننت ده عنده الاوبشن هو يستخدم البروفايدر ده او ده او ده او ده او الاربعه مع بعض، وده برضو عنده نفس الاوبشن ان هو يستخدم كلهم مع بعض او يستخدم واحد منهم. فحرفيا اكنك بترمي دول هنا، وده بيسحب منهم اللي هم عايزينه بالترتيب. لازم يوضح يعني بعد ما بيسحب بيقول هو سحب ايه وبالترتيب الترتيب عامل ازاي يعني. ده باختصار يعني.
ودي اسمها سيرفر اورينتد. طبعا انتوا لما ابعت لكم البي دي اف ممكن تخشوا تاني تتاكدوا من يعني تقروا تاني الكلام ده علشان تبقوا عارفينه محطوط جوه دماغكم، يعني اللي هو في جزء شويه من ان هو يثبت في الدماغ، مش عايز اقول حفظ بس يعني الفهم فيه مش عالي قوي يعني كاسامي، انا يعني قصدي كاسامي انت ممكن تتلخبط مثلا ما بين اللايرد ومش عارف بير تو بير مش عارف ايه، يعني حاول تربطهم باي حاجه جوه. ماشي. بعد كده نوتيفيكيشن هي شرح نفسها، النوتيفيكيشن دي برضو جميله جدا وفي عليها تطبيق عمل. انت عندك النوتيفيكيشن ازاي بتشتغل، انت بيبقى عندك حاجه سنترال كده كبيره، المفروض ان انت بيبقى عندك حاجه تانية اسمها سبسكرايبر. السبسكرايبر ده اللي هو اليوزر اللي عايز يستلقى بعد كده نوتيفيكيشنز زي ما هنشوف دلوقتي. فانت عندك الببلشر، ده نعتبر ان ده المكان بتاع الايه النوتيفيكيشن. في طبعا خدمات كتير جدا بتقدمها جوجل، مثلا عامله حاجه اسمها فاير بيز بتقدم الببلشر ده او بتقدم السيستم ككل يعني. برضو في حاجه اسمها وان سيجنالز نفس الكلام. ف سريعا بعد ما اشرح هو سبسكرايبر، كل سبسكرايبر من دول ده بيكون هو موافق ان يجي له نوتيفيكيشن، فاول ما بيحصل ابديت هنا بيبتدي يبعت له على طول نوتيفيكيشن. طبعا هو بيعمل ريجستر مره واحده والنوتيفيكيشنز على طول بتجي له كذا مره. طبعا في تطبيقات كتير جدا على الموضوع ده، منها ان انت تفعل زر الجرس مثلا في اليوتيوب، او ان انت تفولو حد على الانستجرام. كل دي تطبيقات حرفيه على موضوع النوتيفيكيشن ده. هو طبعا مش نوتيفيكيشن حرفيا ان هو يبعت لك نوتيفيكيشن بس، لا ان هو يبتدي يابديت معاك، ان مثلا يجي لك في الفيديوهات على حسب انت بتتفرج مثلا على انهي ريلز في الانستجرام، فبيبتدي ده يعتبر سبسكرايبر بشكل ما، ان انت بتعرف الانستجرام ان انت مهتم بالكاتيجوري ده من الفيديوهات، فبيبتدي هو يابديت النيو فيدز اللي عندك او الريلز ويبتدي يبعت لك حاجات بناء على اخر حاجه انت اتفرجت عليها. فبلاش نربطها ان هي نوتيفيكيشن بس، لا هي ممكن تبقى اي حاجه نفس بتدي نفس الفكره. تمام تمام ممكن سريعا كده نشوف فاير بيز بيقول ايه. يعني ممكن اسيب لكم اللينك ده لان هو في فيديو يعني هيتشرح وبتاع، هتلاقيه شارح بالتفصيل اللي انا قلته وفعلا مفيد جدا يعني، وحاجات جميله جدا انت تعرفها اوبن سورس، وطبعا من ناس اجانب هم اللي بيشرحوها في حاجه كويسه. هتلاقي شارح هنا هو ان في حاجه في النص وفي موبايلات مش عارف بتعمل سبسكرايب وبعد كده بنبعت لها النوتيفيكيشنز وكده. انا هبعتها حالا ان شاء الله بعد ما اقفل يعني. دي كده نوتيفيكيشن. بعد كده عندنا حاجه اسمها موديل فيو كنترولر. طبعا احنا كل ده يا جماعه بنتكلم على الاركتكتشرال باترن او بيسموها ساعات اركتكتشرال ستايل، عشان بس ما ننساش يعني لسه في ديزاين باترن جايه بس هتبقى اقل من كده ان شاء الله مش هنطول دي. كويس. فايه هو الموديل فيو كنترولر ده؟ هو من اسمه هو باترن بتقسم السيستم بتاعك لحاجه اسمها موديل وفيو وكنترولر. كويس. الموديل ده بيكون مسؤول عن الجزء اللي فيه الداتابيز او السيرفر او ايا يكن الحاجه اللي هي لحد ما مش بتتغير يعني، في غالب الظن مش بتتغير خالص او يعني بتتغير بحاجات بسيطه جدا جدا جدا، على عكس الفيو كنترولر وبيتغير على طول دايما. فعندك الكنترولر هو الانبوت بتاعك مثلا ماوس كيبورد فويس ايا كان، انت بتعمل التغيير ده او التشينج ده انت بتعمله بايه ايا يكن. فده بيحصل في الكنترولر. اول ما ده يحصل اهو اليوزر بيعمل اي حاجه في الكنترولر، الكنترولر بيقوم رايح على طول يتشينج الستيت اللي في الموديل، يعني يبتدي يعرفه ان حصل تغيير. بعد كده بيروح يتشينج كمان الديسبلاي اللي في الفيو. فاحنا كده عرفنا ان الفيو مسؤول عن الديسبلاي. كويس. ان هو الديسبلاي ان هو بيعرض حاجه بقى نهائيه في الايه في السيستم بتاعي او في اليو اي. في مثال حالا انا لما بقف دلوقتي بالماوس في حاجه بتظهر اهو التايتل اللي بيظهر ده، ده يعتبر تطبيق على الفيو كنترولر موديل. انا دلوقتي الحركه اللفه اللي انا عملتها دي ده كده كنترول، هو راح للموديل ايا كان هو ايه بقى، هنا داتابيز مش عارف ايه سيرفر ايا يكن هو ايه، المهم ان هو راح عرفه ان انا دلوقتي بلعب بعمل تغيير وراح للفيو عدل الفيو زي ما انتم شايفين طلع لي
الشكل ده، وبعد كده بيحصل بقى كوميونيكيشن ما بين الفيو والموديل، ان هو بيبعت له يقول له انا عندي تعديل حصل في الفيو، فبعد كده الموديل يبعت له يقول له اي نيد يور ستيت، ان هو يبعت له خلاص اخر حاجه انا واقف عليها ايه. فهو دلوقتي بعت له ان انا واقف على المنظر اللي انا واقف عليه حاليا، لو اتغيرت كده كده السايكل اللي انا قلتها دي كان تاني بتتكرر، ويبتدي الموديل يكون ابديتد بكل حاجه بتحصل. ده سريعا يعني. احط اللاب على الشاحن بس ثواني. حاجة مش واضحة لحد دلوقتي؟ تمام بإذن يا شباب؟ الله. لا تمام واضح. فل فل. طيب بعد كده عندنا الـ Design Patterns. ثواني برضو هجيب الكشكول معلش. زي ما اتكلمنا قبل كده قلنا ايه هو ديزاين باترنز. احنا عندنا مشاكل بتبقى موجوده في الديزاين بنقابلها، سواء مشاكل او حاجه احنا عايزين نعملها، فعندنا باترن بتقول ان المفروض الحاجه دي بتتعمل بالطريقه الفلانيه او بالشكل ده. كويس. فده سريعا اللي بيحصل، بيقول لك ان انت الباترن ده هو سوليوشن لمشكله متكرره، مشكله في الديزاين خلي بالك متكرره بشكل يعني بيحلها بشكل عملي. كويس. فعندك الديزاين باترن هو عباره عن ديزاين بروبلم، في مشكله في البروبلم. برضو دي انا الاول كنت بقراها ان انت بتديزاين البروبلم، يعني بتعمل ديزاين للبروبلم، اما لا هو هنا بيقول ان في مشكله في الديزاين. كويس. والسوليوشن بتاعها بيقول لك ان الديزاين باترن، خلي بالك من الجزء ده، مش معتمد على اللغه في غالب الظن، يعني في غالب الوقت مش بيكون معتمد على اللغه، يعني ايا يكن انت شغال سي جافا مش عارف ايه، ايا يكن شغال ايه، اغلب الديزاين باترنز هتكون ماشيه معاك، لان انت في الاخر انت بتعمل ديزاين خلي بالك، مش بتعمل مش باترن الكود ده، باترن ديزاين. على عكس اللي احنا قلناها كانت تحت خالص، اخر مثال تحت مش فاكر كان اسمها ايه، ده قلت لكم تبع كلين كود ومش عارف ايه اديتور باين مش فاكر اسمها، دي كانت معتمده بشكل مش معتمده، ده هي لازم بتكون الباترنز خاصه بلغه معينه. في فرق كبير ما بين الكلاس لايبراري والديزاين باترن، دي حاجه ودي حاجه. الديزاين باترن قصدي سوري الكلاس لايبراري هو ريوز للكود، زي ايه مثلا انت عندك سترنج كلاس، الماس كلاس اللي هو كان بيبقى فيه الباي ومش عارف ايه حاجات خلاص احنا عارفينها، بدل ما انت تقعد تحسب الباي بتاعتك بكام، خلاص في كلاس اسمه ماس هو عارف الكلام ده، فده بيبقى معتمد اعتماد كبير جدا على اللغه بتاعتك، على حسب الناس دي ممكن تتغير في لغات تانية يكون اسمها حاجة تانية، ممكن تكون بالكونتين حاجات تانية غير يعني حسب اللغة، كل لغة بيكون الكلاس لايبراري بتاعها مختلف. أما الديزاين باترن أول حاجة هو مش معتمد اندبندنت على اللغة، وبيكون ريوزبل للديزاين، يعني بيبقى عندك ديزاين بنبتدي خلاص احنا عارفين ده بيتحل ازاي، زي ما قلت ديزاين بروبلم والسوليوشن. عندنا اربع ثوابت او اربع elements المفروض ان احنا بنستخدمهم علشان ندسكرايب اي باترن. كويس. فعندك النيم الهدف بتاع الباترن دي، how to solve زي ما انا قلت في الاول، والايه والconstraints او المشاكل اللي هتقابلك وانت بتعالج المشكله دي. فانت مثلا انا مش حاضرني حاجه يعني، بس ايا يعني يكن مثلا النيم بتاع الباترن بيبقى ليه اسم واضح، الهدف بتاعه ان انا اعمل الباترن دي علشان تحل مشكله معينه. ساعات بيبدلوا الهدف دي بالمشكله، او يعني ساعات بيبقى فيه الهدف والمشكله، يعني انا عايز احل كذا ودي المشكله بتاعتي اللي هي كذا. هاو تو سولف بتبقى خطوات واضحه بقى، ده اهم حاجه اصلا الباترن معموله علشان اشوف الخطوات بتاعت حل المشكله دي، وبعد كده خالص المشاكل او القيود اللي المفروض بتقابلك علشان تحل المشكله، ودي هنشوفها برضو ان شاء الله في التمبلتس اللي جايه. طيب الباترنز هي متقسمه لكذا كاتيجوري، فعندك الكريشنال والاستراكشر والبيهيفير.
كويس. الكرييشن ده جاي من اسمه ان انت ازاي باترنز مسؤوله عن كرييت اوبجكتس، يعني انت بتكريت اوبجكتس بشكل معين واضح ومعروف للناس كلها ان احنا بنكريت بالشكل ده. ستراكشر بيوضح التداخل الكلاسز والاوبجكتس مع بعض، او دي لوحدها ودي لوحدها، بيوضح ازاي التعامل ده بيحصل اوفر اول في السيستم، وازاي ان احنا نتحكم في دي عن طريق الباترن. يعني احنا عايزين نتحكم في الكلاس ان هو يتعامل بشكل معين، فدي مشاكل مثلا هتقابلنا فبنبتدي نستخدم ليها باترن، دي بنسميها ستراكشر باترن. البيهيفير هو الويز اللي هيتراكت بيها الكلاس، وازاي هاساين ليه مسؤوليه معينه او حاجات معينه، مثلا يبقى عندي كلاس بيعمل حاجه واضحه وصريحه ومش عارف ايه وحاجات كده. ده بيجي في البيهيفير ان كل كلاس بيعمل ايه. طيب هنروح مختارين احنا او دكتور عمرو يعني مختار اربعه خمسه باترنز هنتكلم عنهم، اتنين في الكرييشن واتنين في الاستراكشر وواحده في اخر واحده. ثواني بس عشان نتكلم عنهم ونكتب هنا مشكلة. كويس. فنبدا باول حاجه اللي هي السنجل تون. طبعا دي تبع انهي كاتيجوري؟ تبع الكرييشن. فعارفين ان السنجل تون والميوتبل ده الاثنين هما باترنز. كويس، دي المفروض تشيلوا الاس دي بقى، يعني انا بشيلها لان هو ده باترن واحد. هي باترنز بتعمل ايه؟ بتساعدنا ان احنا نعمل كرييشن للاوبجكت بشكل معين احنا عايزينه. فهنا مثلا بيقول لك ان السنجل تون هي او سنجلتون مش ايا كان النطق يا جماعه، ما حدش ياخد على نطقي. هي بتنشور ان كل كلاس اتكريت منه اوبجكت واحد بس، اونلي وان انستنس. فكل كلاس انا لازم اتاكد ان هو اتكريت منه، اتكريت يعني ايه؟ اتعمل له كرييشن، الاوبجكت اتعمل له كرييشن مره واحده بس، الكلاس بتعمل منه كرييشن مره واحده. وده هنشوفه يعني ان شاء الله في الامثله، او ممكن ابعت لكم اللينكات او انتوا افتحوا يعني البي دي اف بتاع الدكتور عمرو هتلاقوا امثله واضحه عن الموضوع ده. فده سنجلتون. كويس، مهم جدا احنا عارفينه على الاقل وعارفين هو بيعمل ايه. زي ما قلت هو بيتاكد ان الكلاس بتاعك اتعمل منه اوبجكت واحد بس. بعد كده الاميتابل هو بيتاكد ان انت بعد ما كريت الاوبجكت بفاليو معينه، الفاليو دي مش هتتغير تاني، نيفر تشينج، خلاص مش هتتغير. انا عملت اوبجكت اسمه عمرو من النوع بروفيسور، الفيرست نيم عمرو، اللاست نيم غنيم، خلاص ما ينفعش يتغير، هو هيفضل كده. فدي مشكله عندي مثلا، انا وانا بعمل السيستم علشان ادخل فيه الدكاتره اتفاجئت ان ممكن يقدروا يغيروا الاسم وانا مش عايزهم يغيروه، فبروح استخدم الاميوتابل باترنز علشان دي مشكله عندي، فانا ابتدي احلها. هحلها ازاي؟ على حسب هو بقى هيقول لي الحل عامل ازاي. كويس، اتاكد بس ان في لو في حاجه انا ما قلتهاش او حاجه. كويس جدا، ده كده الايه؟ الكرييشن. بعد كده نيجي للاستراكشر. فاحنا عندنا حاجه اسمها ديليجيشن، وعندنا حاجه اسمها ابستراكشن اوكورنس، او ايا يكن النطق برضو ايه. فالديليجيشن ده احنا بنتاكد من الريوزنج بتاع الميثودز. انت عندك ميثودز عايزين نعمل لها ريوز، وخلي بالك الميثودز دي غالبا هتكون في كلاس تاني. يعني انت مثلا موجود، كان في مثال الدكتور عمرو اتكلم فيه ان انت في كلاس اسمه ستاك. كويس، وفي كلاس تاني اسمه لينكد ليست. فلو نفتكر في الداتا ستراكشر كان عندنا في الستاك حاجه اسمها بوش. البوش دي هي بتيكوال هي اد فيرست مثلا في اللينكد ليست. فانت عايز من خلال الكلاس اللي اسمه ستاك تيمبلمنت الميثود اللي اسمها بوش في الستاك، ان هي تعمل نفس اللي بتعمله الايه اللي اسمها اد فيرست في لينكد ليست. كويس، فدي بتتعمل بالاستراكشر بحاجه اسمها ديليجيشن. كويس، فانت بتبتدي تديزاين الشكل بتاع الكلاس بشكل معين، وتحط عليه قيود معينه، وتكتب الكود بشكل معين علشان يطلع كده. طبعا الكود، طريقه كتابه الكود مش مسؤول عنها الديزاين باترن.
كويس، هو المفروض مسؤول عن الديزاين بس، بس بالتبعيه انت بعد ما الديزاين صح هتكتب كود صح. بس ففي كلام في الديليجيشن ده ان في مشاكل شائعه طبعا دكتور عمرو، ممكن او ايا كان يعني الامتحان او حتى ليك انت ممكن تتلخبط فيها، ان في مشاكل شائعه في موضوع الديليجيشن ده، ان انت ممكن تقول لي طب يا عم مروان بدل ما يبقى انا عندي ستاك وعندي لينكد وعندي لينكد ليست، انا عايز استخدم الفانكشن اللي جوه اللينكد ليست صح؟ ايوه صح. طب ما خلاص انهرت كل اللي في اللينكد ليست عندي في الكلاس اللي اسمه ستاك، ويا عم اتعامل براحتي بقى، لان بدل بقى ما اقعد اعمل كومبوزيشن ومش عارف ايه وعلاقات غريبه بتاع، يا عم ما اعمل له ايه، اورثه وخلاص. في حاجه مهمه جدا ان انت عندنا طبعا كده كده في السوفت وير ما ينفعش تستخدم حاجه ما لهاش لازمه، وما ينفعش تستخدم حاجه فيها باور عالي جدا زي الانهرت، ان انت تنهرت كلاس كامل عشان بس تستخدم ميثود واحد، فده مش صح. انت كده مش هتاخد بس الفانكشن او الميثود اللي اسمها اد فيرست اللي موجوده في لينكد ليست، انت هتاخد كل الفانكشنز اللي في لينكد ليست اللي هم تقريبا 15 فانكشن او 10 او 10 فانكشنز، هتاخدهم عندك في الستاك وانت مش هتستخدم غير واحده، فده طبعا مش منطقي ومش صح ومش بيست براكتس. دي حاجه كويس، بس دي الخطا الشائع اللي بنستخدم اللي الناس بتعمله، ان انت تورث تقول خلاص انا هينهرت الكلاس اللي انا عايز استخدم منه الميثود دي وخلاص يعني، وده غلط طبعا. عندك بعد كده الابستراكشن اوكورنس باتر. طيب ده ايه هو؟ احنا عندنا كذا كلاس متشابهين كلهم او كلهم او كذا كومبوننت اي نكون كذا ايه، كلهم عندهم كومن انفورميشن او عندهم شير كومن انفورميشن. كويس، بات بس بقى بس هما بيختلفوا في ايه؟ في داتا معينه او في حاجات معينه بسيطه جدا بيختلفوا فيها. اديكم مثال، لو انت مثلا عندك بلاي ليست لعمرو دياب مثلا المغني، فالبلاي ليست بالاغاني اللي فيها كلها هتلاقيهم مشتركين في حاجات كتير جدا، زي مثلا ان كل الاغاني اللي جوه من النوع اغنيه اللي هو مثلا ام بي 3، فدول كلهم استحاله يكون اي حاجه غير ام بي 3 لان احنا عارفين ان هم اغاني كلهم لنفس المغني، فعارفين ان هم كلهم لنفس المغني، كلهم على نفس الابلكيشن مثلا ابلكيشن معين، كل اغنيه بتبتدي تشاور على اسم اللينكد على اسم البلاي ليست بتاعتها علشان تبقى مكتوبه تحت اسم الاغنيه مثلا، فدي برضو مشترك ما بينهم كلهم. كل دي فيتشرز، كل حاجه من اللي انا قلتها دي فيتشرز مشتركه واتريبيوتس مشتركه. كويس، طب بيختلفوا في ايه؟ بيختلفوا في المده، كل اغنيه ليها مده معينه مختلفة عن الباقي، وكل واحدة فيهم ليها اسم، كل واحدة فيهم ليها ديت، فبتختلف في حاجات مهمة لكن مشتركة في حاجات تانية كتير. كويس، ممكن أكون مش موفق في المثال ده بس في أمثلة تانية كتير ممكن تقابلوها يعني، ما واضحة جدا، زي مش عارف في مثال على المسلسلات إن كلها مفروض بتتعرض مثلا على التلفزيون وكلها بتختلف بس في اسم الممثل أو في الممثلين اللي فيها واسم المسلسل وكده، لكن مشتركين في حاجات تانية كتير. انا مش فاكر المثال فمش عارف اطبقه صح يعني، لكن ايا يكن انتوا فهمتوا الفكرة عموما، ان احنا بيبقى عندنا في العموم كذا حاجة متفقين في حاجات كتير لكن مختلفين في حاجات بسيطة، والحاجات البسيطة دي مهمة، هي هتوديهم يا اما يمين يا اما شمال يعني، اما اسمك اسم الاغنية كذا او كذا. برضو من ضمن الحاجات اللي هتلاقيها مشتركة في الاغاني اللي في البلاي ليست، ان انت في زرار بيبلاي وزرار تاني بيوقف، في زرار اسمه اد لبلاي ليست تانية، في زرار اسمه ديليت، كل الكلام ده مشترك ما بينهم، فليه انا ابتدي ادبليكيت الكود وابتدي اكتبهم اكتر من مره، او اخد الكود كوبي بيست واحطه يعني، انا خلاص انا عملت كود الاغنيه اخده بقى هو كوبي بيست 100 مره. طب ليه؟ ما انت ممكن جاست ان انت تنهرت، او يعني مش انا مش فاكر برضو الباترن دي المفروض بتتعامل ازاي، بس استخدم الباترن دي عشان تعمل البيست براكتس بتاع المشكله اللي عندك بدل ما انت تشتغل من دماغك. طيب في حد برضو يقول لي طب ما ليه ما نحطش كل زي ما قلت لو انا عندي مثلا كلاس اسمه بلاي ليست، فليه ما احطش كل الاغاني اللي هو كل الاغاني اللي عندي في الكلاس ده ونخلص يعني؟ طبعا مش منطقي، لان كده انت عندك الكلاس هيبقى كبير جدا، هيبقى فيه حاجات مشتركه ما بينهم كتير انت قررتها، نفس فكره انت خدتهم كوبي بيست وقعدت تاديت بس في الاسم، كل اغنيه تعملها كوبي بيست وتأديت الاسم والديوريشن بتاعها، الاسم والديوريشن، الاسم والديوريشن بس، ما تعملش حاجه ثانيه، فده طبعا مش منطقي ومش صح.
تمام. اخر حاجه عندنا ال behavior. تمام، دي غلط، دي انا بس عشان واخدها كوبي بيست فيها غلط. المفروض اسمه observer، كويس، فدي انا هعدلها في البي دي اف يا رب افتكر، بس يعني فكروني قبل ما اقفل ان انا هعدلها. delegation ده موجود ورا، موجود في الاستراكشر، كويس. اما هنا احنا عندنا اللي هي اسمها observer، اللي هو اسمه publish وسبسكرايب. ده اللي يعني نفس الكلام احنا سائلينه في النوتيفيكيشن. فالنوتيفيكيشن بيستخدم الباترن دي. انا عايز اغيرها دلوقتي عشان انا حاسس انها هتلخبطني وتلخبط، فمعلش ثواني. لا تاني، كويس جدا. فبيقول لك ان هو to receive notification whenever it's a state of observer change. يعني انت عندك حاجه اسمها observer، ده اللي هو نعتبره المكان اللي المفروض زي ما قلت بيهاندل النوتيفيكيشنز، وعندك receive ده اللي هو بيستلم النوتيفيكيشن. فكل ما الاوبزرفر يحصل فيه اي تغير بيبتدي ينوتيفيكيشن او ينوتيفاي السبسكرايبر او الريسيف. طبعا ده مش في النوتيفيكيشن بس، يعني في تطبيق برضه في رياكت، معلش يعني استحملوني ثواني. او في عندنا في رياكت حاجه اسمها يوز ستيت هوك. فده فكرته ان انت بيبقى عندك ستيت، هو حرفيا بيطبق الباترن دي حرفيا يعني. فانت عندك كونست اسمه كاونت مثلا وست كاونت، انت محتاج ان الكاونت ده يكون دايناميك مش ثابت، يعني ما يبقاش مره واحده. انت بتدي له انيشال فاليو بزيرو، وكل مره بنادي فيها ست كاونت واديها رقم يروح يابديت في الايه، في الكاونت. فانا عندي هنا ممكن نعتبر ان الكاونت ده هو الايه، هو الاوبزرفر ولا الريسيفر؟ هو الريسيفر، هو اللي بيستلم الحاجات اللي بيتعمل لها ابديت، او بيستلم الرقم اللي هيتعمل له ابديت. اما السيت كاونت هو المكان اللي احنا بنبتدي نابديت فيه، فده اللي هيبعت او ده الاوبزرفر بتاعنا. فممكن احط مثلا، ده بيستخدم مثلا ان انا ممكن ابقى عامل بوتوم بيعد اللايكات اللي على بوست معينه. فمع كل ضغطه لايك انا ببتدي ابديت الكاونتر بتاع اللايكس من غير ما اعمل ريفرش. فالكلام ده بيحصل ازاي؟ بيحصل بالايه؟ بالاوبزرفر ريسيفر باترن. ده غير طبعا النوتيفيكيشن. كويس، ثواني كده، في عشان في صوت هتسمعوه من حسابي. تمام، نكمل اخر كلمتين خلاص وخلص. تمام، فعندك جوه في حاجه اسمها بوش وفي حاجه اسمها بول. ركزوا بقى في الكونسبت ده عموما، مش في الباترن دي بس. البوش هو الاوبزرفر بيبتدي يبعت ريكويست او بيبعت ريسبونس للريسيفر من غير ما الريسيفر يقول له، كويس، يعني من غير ما الريسيفر يطلب ان هو محتاج تعديلات انا بطلع على طول التعديلات دي. زي مثلا تطبيق على الكلام ده، ان انت متابع فنان معين او حد معين على الانستجرام، فمن غير ما تروح انت تقول لي انستجرام لو سمحتي حالا في اللحظه اللي انا فيها دي هاتي لي اخر بوست ويجز نزله مثلا، فانت مش بتقول كده. هو اول ما ويجز بينزل بوست بيقوم جاي لك على طول، فده كده بوش. خلاص، انت مش متدخل في اي حاجه، انت بس بتستلم. اما البول انت بتروح تعمل تقول له لو سمحت هات لي اخر ابديت عندك. انا مش عارف ايه التطبيق اللي ممكن يكون على كده، مش فاكر يعني، بس انت بتروح للاوبزرفر بتاعك وتقول له اخر ابديت عندك ايه، فهو رادد عليك. بس ده باختصار يعني، ده الفرق ما بين البول والبوش. برضو من اسمهم كانجلش، البول انت بتسحب، فانت بتروح بنفسك تسحب الابديتس من الاوبزرفر، اما البوش هو اللي بيرمي لك الايه، الاوبزرفر. انا كده خلصت. في اي حاجه مش واضحه ممكن اوضحها؟
انت اصلا لسه موجودة ولا انت مشيت ولا ايه؟ نسمع المحاضرة تاني ونشوف يعني سهلة أوي. طيب تمام، انا خلصت كده. لو في اي حاجة تانية، اي اسئلة حتى لو خارج المحاضرة ممكن تقولوا لي، لو سمحت هندسة، خارج المحاضرة دي. أنت سألت اتفضل. الدكتور على الامتحان يجي عليه بالظبط ولا على المنهج كله؟ المنهج كله، انا قلت في الجروب هيكون على المنهج كله. هيتوزع بالتساوي؟